الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقاتكم اليومية وقفات، وتعودنا في كل يوم نطرح هذه المواضيع مع أحد ضيوفنا. ضيفنا وضيفكم اليوم أخونا الدكتور محمد العصيبي، مستكملين مع هذا اللقاء وهذه الوقفات. جزاك الله خير دكتور على هذا الطرح وعلى استزادة منك في كل يوم في حلقة ومعنى جديد. دكتورنا اليوم خنتكلم عن موضوع الأمر بالمعروف وأهمية الأمر بالمعروف وتأثيره. إذا بنتكلم أول شيء عن الأمر بالمعروف، معناه أهمية، يعني شلون نفسر الأمر بالمعروف وكيف يعني نجد الأمر بالمعروف في هذه الدنيا. بارك الله فيك دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أشكرك دكتور على طرح هذا الموضوع المهم، وحقيقة يعني كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى كان قد فضل يعني كثير من الأمم قبل أمة الإسلام، وهذه الأمة الله عز وجل لم يفضلها اليوم بكثرة عدد ولا كونها متأخرة عن الأمم، وإنما فضلها الله عز وجل باشتراط قيامها بهذا الواجب العظيم، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالقضية التفضيل ليست قضية راجعة اليوم لتفضيل دون سبب، بل هو تفضيل عائد إلى قيامنا بهذا الواجب. وذلك هذا الواجب متى ما زال من هذه الأمة وارتفع عنها وتأهملوا القيام به لا تستحق الأمة التفضيل، فهذا أمر مهم جدا. بل إن الله عز وجل ذكر بأن الأمم التي لا تأمر ولا تنهى هي متوعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه يعني هذه أو هذا المجتمع بمثل هذه السفينة اللي احنا نشوفها قدامنا الآن. طيب يعني قال شبع مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة أو في سفينة، قال: فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو خلقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي إخواننا يعني ونصل إلى الماء يعني بطريقة سهلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم، يعني الذين في الأعلى، لو تركوهم لهلكوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. اليوم أنت في المجتمع ما عندك خيار اليوم، يعني كونك تترك الأمر معروف أو تفعله، تنهى عن المنكر أو تتركه أو تفعله. القضية اليوم إذا أردت اليوم بقاء مجتمع المجتمعات، بلد من البلدان، بقعة من البقع، لا بد أن يتواصل الجميع بالقيام بهذا الواجب، لأن لو ترك أهل الشر وأهل الفساد وأهل المنكر لا شك أنه سيعم الهلاك الجميع. حديث الرسول: هلك وهلكوا لأن ما أخذوا على أيديهم. صحيح صحيح. لذلك إحنا نقول يعني اليوم أي مجتمع نستطيع أن نقسم إلى 4 أقسام. أي مجتمع اليوم كل الموجودين فيه إما فاسد أو مفسد أو صالح أو مصلح. يعني الفاسد والمفسد العقوبات الدنيوية لما تنزل هي لا تستثني ترى بالمناسبة من الأربعة ذيل إلا واحد اللي هو المصلح، حتى الصالح يناله العقوبة الدنيوية. ذاك الله عز وجل قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون. وقال عز وجل لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فقضية الصلاح لا يكفي، لا يكفي أن تكون صالح في نفسك تصلي وكاف خيرك شرك، لا، قضية اليوم لا بد أن يتواصل الجميع اليوم إلى إصلاح أي مجتمع المجتمعات. إذا أردنا الخيرية ومنع العقوبات الدنيوية والمحافظة على اليوم أمن المجتمع وصلاحه وسعة الرزق وغيره، لا بد للجميع يتواصل. بعدين هذه المسؤولية أخوي دكتور بدر ليست اليوم خاصة بخطيب الجمعة، نعم، ولا إمام المسجد ولا رب الأسرة في بيتها، الجميع يجب أن يتداعى لقضية اليوم التواصي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليست اليوم إذا أردنا فعلا النجاة للجميع. وذاك أي مجتمع المجتمعات اليوم إذا رأيت فشو القيام بهذا الواجب وانتشاره ستجد سبحان الله ديمومة الخير واستمراره. بمجرد ما يسلب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد العكس، وهو اليوم حصول ما يحصل اليوم من العقوبات الدنيوية وقلة الأقوات والأرزاق والمشاكل التي تحصل بين أفراد المجتمع. فهذه قضية حقيقة يجب أن نحييها فيما بيننا، وهي بلا شك تحتاج إلى التذكير بين الفترة والأخرى. نعم. فعلا دكتور، يعني متى ما نزع المعروف نزعت البركة. صحيح. في هذا المجتمع ونزعت. صحيح. الخيرية. نعم. في هذا المجتمع. أعزائي المستمعين خلوني أطلع معاكم في هذا الفاصل ونعود بإذن الله تعالى.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وكنا نتكلم عن أهمية الأمر المعروف والنهي المنكر، وكما وضحنا الدكتور محمد جزاه الله خير عن هذا الموضوع. زين دكتور، الإنسان عشان يطبق هذا الأمر المعروف والنهي المنكر محتاج حق بعض الآداب، حق بعض الأعمال والسلوكيات. نعم. إذا تكلمنا عن هذا الموضوع شلون نطبق آداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ نعم. بارك الله دكتور. هو حقيقة يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو مثل الدواء. نعم. الذي حقيقة قلته تضر وزيادته تضر، يعني لابد الإنسان يعرف التوازن. اليوم يعني هذا التوازن اللي هو أصلا هي آداب القيام بالمعروف عن المنكر، اللي هي الآداب المعروفة. أول شيء يعني قضية مهمة جدا، وهذه ربما نربطها بحلقة سابقة كنا نتكلم عن الإخلاص. اليوم الذي يريد أن تؤثر موعظته في الناس وأمره في الناس وإنكاره في الناس يجب أن يكون مخلص في إنكاره. يعني عجبتني كلمة لبعض الصالحين، يعني كان يقولون له كيف أثرت في الناس، يعني شنو السبب؟ فقال كنت أدعوهم بالليل، أدعوهم بالنهار وأدعو لهم بالليل. سبحان الله. يعني بالليل أدعو الله أن يشرح صدورهم لقبول موعظتي، شوف الإخلاص، وفي النهار أبذل الأسباب، فكان هذا سبب تأثر الناس فيه. الأمر الثاني قضية العلم، يعني اليوم لا يمكن اليوم لجاهل أن 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 أن, أن, أن يأمر وينهى، لأن قد ينهى على ما ليس بمنكر. سبحان الله. وقد يأمر بما ليس بمعروف، فقضية تحتاج إلى علم اليوم. ايضا قضيه الحكمه مطلوبه، يعرف متى يعني هو قد يكون عنده علم لكن ما عنده حكمه اليوم في الوقت الذي يمكن ان ينهى فيه عن المنكر، قد يكون مفسده انكار المنكر ابلغ. نعم. وقد يترتب على المنكر اعظم من المنكر الذي هو وقع في ذلك الانسان. نعم. قضيه ايضا الرفق، الرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. قضيه الرفق، الاسلوب الحسن، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني اجلك الله اللي تبول في المسجد، يعني منكر عظيم، يعني لو احنا لو شفناه سنفعل اكثر مما فعل الصحابه لما استبشعوا. شوف تصرف الرسول. إيه. نعم. سبحان الله. شوف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شلون رأف فيه، ترك قال اتركوه لا تزلموا، دعوه ولا تقطعوا عليه بوله، لما انتهى قال اريقوا عليه سجله من ماء او سجله من ماء او دلوه من ماء، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا ان هذه البيوت لا يصح فيها شيء من الاذى، انما هي للصلاه وذكر الله وقراءه القران، حتى إن هذا الإنسان يعني فوجئ بردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ردة فعل الصحابة الآخرين، فقال كلمة المشهورة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، يعني هو كان بيسمع الصحابة. سبحان الله. انظر هذا قضية الرفق اليوم، التلطف فيه. شوف سبحان الله الحكمة في رسول الله، أنه أول شيء يعني علمنا الأسلوب في أنه أريق عليه الماء وبعدين وجهه، يعني صحيح. كان في حكمة. صحيح. حتى في توجيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم راعى هنا قضية اليوم لا يترتب على المنكر منكر أعظم، يعني تخيل لو أنهم قطعوا عليه بوله ربما ينتشر جلك الله النجاسة في أكثر مكان. نعم. وهو يتأذى وينجس نفسه ومنكر أكبر، يعني هو خلاص الأمر حصل يعني. فهذا الرفق مهم جدا في قضية. نعم. أيضا قضية اليوم إشاعة الأمر والنهي داخل الأسرة داخل البيت أمر. نعم. مطلوب، يعني هذا حقيقة يتبوى مسؤولية اليوم الأب. اليوم البيوت لا تقاد بالعنف ولا تقاد بالقسوة ولا تقاد بالضرب، بل بالعكس الأسلوب الحسن اللطيف، التودد، الكلمة الطيبة، الخلوة بالذي وقع في الخطأ، بنت أو ابن كان من أهل البيت، أمر حقيقة مهم جدا. حتى الخادم إذا أخطأ يعني ما يصير توبخة قدام الأولاد وتزفها مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، هذا بلا شك بشر، يعني مثل ما أنت ما ترضى على نفسك اليوم يحي يتكلم عليك بهذا الأسلوب أيضا لا، هو لا يقبل أيضا أن تكلمه بهذه الطريقة. دكتور إذا بختم موضوع زين، هل المدرسة دور؟ معلمين لهم دور في توصيل هذا المعنى المعروف؟ طبعا احنا نقول حقيقه المعلم مسؤوليته كبيره، وهو ياتي بالمرتبه الثانيه بعد الاسره، والتعليم ليس هو المقصود اليوم، ذاك احنا نقول وزاره التربيه. نعم. التربيه قبل التعليم. نعم. وانا اقول دائما سبحان الله كثير من المعلمين مروا علينا في حياتنا لكن قليل منهم من بقي في ذاكرتنا، ولو فتشت في هؤلاء القليل ستجد انهم اصلا رباك مثل ما قلت كان اصلا يستخدم التربيه قبل التعليم. الله. المعلومه ترى الكل يحسن ايصالها لكن من الذي يربي؟ هذا هو دور حقيقة المعلم، الرفق بالأولاد خاصة في الوقت اللي احنا فيه اليوم. الأولاد حقيقة يحتاجون من يحتويهم، لا نجعلهم اليوم ضحايا لوسائل التواصل والمؤثرات الخارجية التي أفسدت أكثر مما أصلحت. يعني. نعم نعم جدا. نعم. تأثير المعلم وهي الأمر جدا مهم في هذا الموضوع، نسأل الله سبحانه يكون دائما متواجد معنا الأمر معروف والنهي عن المنكر. أعزائي المشاهدين كان هذا حديثنا لهذا اليوم، على ما نلتقي معكم في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.